السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو بجد كده من العيار التقيل اللي كلكم بتحبوه. عايزه قبل ما نكمل الفيديو يعني بصوا اقول لكم كلمتين شكر، والله بشكركم بيه من كل قلبي يا اغلى واحلى اخوات في الدنيا واحسن عيله في الدنيا بجد والله. قبل ما نكمل الفيديو بتاع النهاردة عايزة اقول لكم فيديو النهاردة لسيدة كلنا بنعشقها، سيدة كده فن الاناقة والجمال والشياكة وكل حاجة، يعني كل تفكيرك عن الاناقة والجمال والشياكة هتشوفيها النهاردة مع السيدة دي. فيديو النهاردة بجد هيكون اجمل من رائع غالية. فيديو النهاردة مقدماه ليكي بكل تفاصيله، لو ضيعت دقيقة واحدة او ثانية واحدة من الفيديو بجد بجد فاتك كتير. فيديو النهاردة كله تفاؤل، كله حب، كل حاجات جميلة تقدري انك انت تعمليها في بيتك وتنفذيها في بيتك باقل التكلفة وباقل الامكانيات بامر الله، بس انت تابعي الفيديو وان شاء الله الفيديو ده هيعجبك بكل تفاصيله. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تحطوا لايكات كتيرة. بصي يا غالية اثبتي نفسك باللايك بتاعك واثبتي وجودك كده وانك انت الفيديو عجبك باللايك، وكمان لو انت اول مره بتشوف القناه بتاعتي دي من خلال الفيديو ده يا ريت تسعدني وجودك معايا وتنضم لعيلتي الجميله، عيلتي جميله جدا وهتكوني منها انت كمان، وتشتركي في القناة، واهم حاجة لما تشتركي تفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد مني. وفضلا منكم عايزة كومنتاتكم بقى وبصوا لايكاتكم الجميلة. شايفين الاناقة؟ شايفين الجمال اللي السيدة الجميلة اللي بصي ملايين الملايين بيحبوها وناس كتيرة بتحبها من فن تنسيقها وتنظيمها وذوقها الراقي بكل تفاصيلها في كل حاجة في بيتها. هتشوفوا كمان عيد ميلاد بنتها دلوقتي وهي ازاي هتعمل عيد ميلاد بنتها، حاجات كتيرة قوي مش عايزة يعني اعمل لكم الفيديو ولكن بشجعكم فيه. اول حاجة كده زي ما انتوا شفتوا ده الكوفي كورنر بتاعها اللي هي ظبطته او نظمته عندها. بدأت اول حاجة كده بالادراج عندها زي ما انتوا شايفين، الادراج عندها ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا. عايز اقول لكم ده كان مكان صغير كده عندها ودلوقتي برضو هجيبه لكم قبل ما هي ما تصممه كده هوريلكوا كان عامل ازاي، عشان لو في حد مثلا عايز يستفيد بالمعلومة او عايز حد يعمل مثلا حاجة زي كده تقدر يا غالية انك انت تعملي اللي انت نفسك فيه ولكن باقل الامكانيات وبابسط الامور. هنا طبعا هي كانت بتنظم المكان اللي فيه الكوفي طبعا والمعالق كمان وكمان كل حاجة تخص يعني الكوفي او المكان اللي بيكون مخصص للقهوة او المشروبات على كل حال. يعني شايفين بقى الجمال والحلاوة هتشوفوا كل ده دلوقتي. بعد كده بقى من فوق بدأت ان هي كده جابت الكندي بتاعها وحطت بقى كل حاجة زي ما انتوا شايفين للمشروبات بتاعتها من الشاي للقهوة للسكر لكمان البسكوت اللي هو ممكن يعني بتحطه كده في مكان الكوفي، لان ده كوفي معرض بقى ان طبعا لازم يكون فيه بسكوت يكون فيه اي مأكولات على كل حاجة مع المشروبات يعني بتاعتها، ودي بقى الحاجة بتاعتها. شايفين التنظيم بس كمان يعني التنظيم واللون والديكورات يعني بجد بجد تاخد العقل يعني والله العظيم بجد. حطوا لايك بقى. بصوا انا هفكركم باللايك لانه حبايبي الغاليين بيقولولي احنا فعلا يا رودي بننسى اللايك وانتي بتذكرينا بيه، فانا والله بس بذكركم بيه عشان في مننا كتير بيكون ناس اللايك، فلو وصلت لحدات هنا يا غالية حطي اللايك. بصوا بقى شايفين الاول كانت المكان ده عامل ازاي، هو كان مكان في المطبخ على فكرة ولكن هي ظبطته كده زي ما انتوا شايفين وعملته قفلته وعملته كوفي كده بسيط رقيق هادي، والله بجد هي هادية وهي راقية بكل تفاصيلها، فانا حبيت المكان اللي هي عملته ده بصراحة. هنيجي هنا بقى للغرفة بتاعت الملابس بتاعتها، وجبت لكم قبل كده سيدات كتير والكثير من السيدات اللي عندها الغرف بتاعت الملابس دي او غرفة الغسيل، بس بصراحة السيدة اللي معانا النهاردة بجد بجد كده ذوقها يعني لا يفوق الوصف، يعني عندها وصف احسن من اللي انا بوصفه او يعني حاجات احسن من اللي انا بقولها ما شاء الله عليها اللهم بارك. ربنا يا رب يديها الصحة يا رب ويبارك لها في اولادها ويخليها يا رب لاولادها يا رب اللهم امين. طبعا هي هنا بعد ما ظبطت الغرفه وحطت كمان المسحوق بتاعها بتاع الغرفه او من المشابك وكله، شايفين بقى الغرفه شكلها عامله ازاي بجد ما شاء الله تستاهل كل الخير. هنيجي هنا بقى
للمكان ده جنب المطبخ، ودي يعتبر يعني هي عاملاها غرفة للرياضة او غرفة رياضة زي ما انتوا شايفين. طبعا ما كانتش منظمة شوية، ولكن هي بتجيب لكم قبل وبعد يعني، عشان ممكن كتير او ممكن الكثير يشوف مثلا حاجات زي كده او فن تنظيمها او ديكوراتها او الكلام ده، فيقول ان هي مثلا الفلوس اللي بتعمل كل ده. لا، هي انسانة طبيعية زيها زينا بالظبط، ولكن فعلا ممكن يكون الحالة المادية هي اللي بتفرق مع البني ادم مننا او مع الانسان. ولكن ربنا يا رب يكرمك ويرزقك يا غالية باللي انت نفسك فيه وباللي بتحلمي بيه يا رب. ولكن اهم حاجة انك انت تكوني يعني في نفسيتك كده مرتاحة، فمن قصدي حتى لو انت نفسك في ايه او عملت ايه في بيتك، بس اهم حاجة ان انت اللي تكوني مرتاحة حتى لو بابسط الامكانيات او بابسط التكاليف، فمن قصدي. طبعا هي هنا الغرفة بعد ما زبطتها ونظفتها، جابت لها كده شوية من الديكوريشن او شوية من الديكور الحلو اللي هي حطته كده في الغرفة، وتنظيمها كمان للدولاب بشكل حلو جدا، وبشكل يعني خلى الدولاب يفرق معاها 24 درجة من الجمال. يعني شايفين بقى الحماس والنشاط بعد ما خلصت. طبعا دي فرحتنا كلنا بعد ما بنخلص بيتنا وبنخلص كل اللي ورانا، او حاجة كنت حطاها في دماغك او في ترتيباتك وطلعت زي ما انت عايزة، بتبقي مبسوطة كده. حطي لها اللايك لو انت لسه ما حطيتيش اللايك. بعد كده بقى هنيجي للمكان اللي تحت الحوض، او المكان طبعا اللي بيكون تحت الحوض ده بيكون مثلا احيانا مننا او في الكثير مننا برضو او السيدات مننا بتكون مثلا المكان ده ساعات بيكون مكركب شويه عشان بيبقى تحت الحوض. ولكن دلوقتي المنظمات اللي نزلت والفن التنظيم اللي نزل في الاماكن دي بجد خلت الدنيا حلوه جدا كنوع من التنظيم والترتيب، تخليكي يعني الشكل العام شكله حلو. زي ما انتوا شايفين طبعا منظمات الاكليريك دي موجوده في كل المكان، دواره موجوده، الستاند اللي هي حطت فيه كل المنظفات برضو موجوده. شايفين كمان علبه المناديل، بدل ما يكون المنديل طالع كده فتقدري انك انت تضغطيه بالميه عادي جدا، فتحت الحنفيه كده وضغطته في الحنفيه فقفل معاها بكل سهوله. دي فكره حلوه جدا جدا برضو، وانا بصراحه حبيتها. هنيجي هنا بقى للتوابل بتاعتها والحاجه او المنظمات بتاعتها بتاعت التوابل، حلو جدا جدا القمع اللي هو بتاع التوابل ده عجبني. حتى كمان زي ما بقول لكم هي بتهتم يعني بصي بادق التفاصيل، اللي هو حتى كمان القمع جايباه باللون الذهبي. شايفين يا جماعه، شايفين النظام اللي هو يعني حتى كل الديكورات اللي عندها في قلب المطبخ باللون الذهبي، فطبعا القمع كمان جابته باللون الذهبي. بصوا بقى هي كانت هنا بتحط بقيه التوابل بتاعتها. طبعا هي كانت فضت المكان اللي فيه التوابل ده، هي حطه طبعا جنب البوتاجاز على طول او جنب استخدام ايديها على طول يعني، فده حاجه حلوه يعني. يعني انا عن نفسي عاملاه في بيتي كده المكان بتاع التوابل، حطه برضو جنب البوتاجاز بحيث ان لما اجي اطبخ او كده ما افضلش راحه جايه في قلب المطبخ، فدي فكره حلوه. لو عندك درج، لو عندك اي حاجه جنب البوتاجاز يا ريت تحطي فيها المكان بتاع التوابل ده، صدقيني مش هيتعبك كتير. هنيجي هنا بقى لتنظيمها او لترتيبها للبقوليات بتاعتها وللرز والدقيق والحاجات دي كمان، بما ان كانت بتعمل التوابل فاكيد هتعمل البقوليات بتاعتها، لان ده يعتبر مشتريات او حاجات الشهر بتاعتها يعني. وطبعا من البسكوت، طبعا هي ام لتلات اولاد او تلات ابناء يعني، بنوتين وولد، فزي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها ترتيبها يعني راقي راقي جدا بكل تفاصيلها. يعني انا زي ما قلت لكم لو فضلت اوصف واحكي ليكم من هنا لبعد السنه الجايه على فنها الراقي ده مش هقدر اوفيها حقها بجد والله. هنا طبعا ده الديسبنسر بتاع طبعا الكورن فليكس بقى والحاجات برضو اللي هي بتاعت الاولاد وكده. هنا كانت بتنظم التونة والفول وكمان الصلصات، وهتشوفوا دلوقتي كمان الغرفة اللي هي بتحط فيها الحاجات دي، كمان الفواكه والبيض والخضروات كلها برضو ده فنها او تنظيمها فيه. طبعا قبل ما بتحط اي حاجة في التلاجة هي بتديهم غسلة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتحطهم في قلب التلاجة عادي، وبعد كده بتغسل الحوض ده.
ناس كتيرة كانت قالولي قبل كده ان الحوض بتاعها ده مذهب يعني بالذهب بصراحة ربنا. هو انا مش عارفة هو مطلي بالذهب، بس انا مش عارفة هو فعلا فعلا ده حقيقة مطلي بالذهب، يعني ده ذهب حقيقي ولا ايه. والله العظيم ما عارفة المعلومة دي حقيقة، ولكن هي كل ديكوراتها اصلا بالذهب، يعني كل ديكوراتها باللون الذهبي او باللون الجولد. شايفين كمان هنا كان البطاطس والبصل وكل الحاجات دي حطيتها في المنظمات بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين، علشان طبعا ايه تحطها في الدرج بتاعها. وهنا ده كان تنظيمها بقى او اخر يعني ترتيباتها في المطبخ. شايفين لما بتخلص كده بتحس فعلا بالتنظيف والجمال والروائح الحلوة اللي بجد بتهل علينا كده، يعني الواحد بص زي ما بيقولوا كده ما شاء الله ريحة النظافة بتبقى باينة من قلب الفيديو والله العظيم. يعني جالي اكتر من الكومنت ده ما شاء الله اللهم بارك. فعلا بصوا الانسان لما بيكون نظيف كده فعلا فعلا ريحة النظافة بتكون باينة. فربنا يا رب يكرمكم ويرزقكم يا رب، ويديكم اللي انتوا نفسكم فيه، ويحقق لكم كل احلامكم كل اللي بتتمنوها يا رب. اللهم امين يا رب انا وانتوا وهي كمان السيدة الجميلة اللي معانا النهارده. فيعني بيكون حاجة كويسة. بصوا بقى هي هنا كانت بتعمل برجر للولاد، فطبعا بصي صوص الصوص المايونيز على الكاتشب هو ده الطريقه اللي انت تقدري اللي انت بتجيبها من المحلات يعني. فده كان طريقتها ليه، وطبعا الجبنه والطماطم كل حاجه كده، والبطاطس كده حطت عليها التوابل حاجه كده تحفه. يعني حبيت برضو ان انا اشارككم المقطع ده علشان برضو تستفادوا منه. هنا كمان الشاور والحاجات اللي هي بتاعت اللي بتبقى حطاها قدامها ده برضو ليها، او ده الخلطة اللي هي حطتها على بعض. هنيجي بقى هنا للتنظيم اللي هو بيكون في المطبخ العادي بتاع المطبخ اللي هو البسكوت والشاي بقى والحاجات اللي هي بتستخدمها برضو في الكوفي. هي هنا كانت غيرت على فكرة، عشان كده انا حبيت ان انا اسيبها لكم بحيث انك انتوا برضو تاخدوا افكار. عايزة اقول لكم انك انتوا تقدروا تجيبوا الكاندي. الكاندي يا جماعة مش غالي جدا والله العظيم، التلاتة الكاندي تقريبا يعني مش هيعدوا 200 جنيه خالص. تقدر انك انتوا تجيب لهم اي ديكورات عندك باللون الذهبي، او تشتروا اي ديكورات باللون الذهبي وتعملي كوفي كده باللون اللي انت نفسك فيه، سواء بقى سيلفر او ذهبي على حسب ما انت بتحبي يعني. بصوا هنا دول اولادها ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لها فيهم ويخليهم ليها يا رب اللهم امين. دي الاولانيه بنتها الكبيره، ودي بنتها الوسط، ولسه عندها كمان ولد ما شاء الله. فكل واحد بيعمل الديكورات بتاعته اللي هو عايزها، او هي سايباهم بيحط الديكورات بتاعته اللي هو حاببها، فاهمين قصدي. هنا بقى كانت بتعمل زي ما قلت لكم عيد ميلاد بنتها، وده كان تحضير عيد ميلاد بنتها. زي ما انتم شايفين بقى يعني بصوا حاجة كده ما شاء الله عليها برضو حلوة جدا. بتحب ان هو على فكرة مش شرط ان هو باللون الازرق فيبقى ولد، لا او لا هم هناك مش كده، فاهمين قصدي، اللي هو يعني الامور بتبقى طبيعية جدا فاهميني. هنا بقى كانوا جايبين كمان هدايا وجايبين حاجات للناس اللي كانت بتيجي ليهم. فزي ما انتوا شايفين كانت يعني كل ما حد بيجي بتديله الهدايا دي. طبعا ده التنظيم الجميل الرائع اللي عملت بيه الحفلة، او اللي عملت بيه الديكوريشن كله بتاع الحفلة بتاعتها. هنيجي هنا بقى للحمام بتاعها او للتويلت بتاعها. هو ده التويلت بتاع غرفة النوم عندها، هتشوفوا دلوقتي غرفة النوم عندها. عجبني جدا برضو التنظيم بتاع غرفة سوري بتاع التويلت. برضو عارفين الديسبنسر او بصوا هو بيبقى حامل كده اكليرك اللي هي حطت عليه الشاور والشامبو على الحوض، ده حلو جدا. وبرضو اللي هو ده وده على فكرة متوفر في كل مكان يعني دلوقتي، يعني في حاجات كتيرة بقينا دلوقتي من اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات دي بقت موجودة بكل تفاصيلها. يعني لان في ناس كتيرة بتقولي طب الحاجات دي مش موجودة. على فكرة كنت جبتلكوا قبل كده جروب على الفيس في كل الديكورات الذهبي
والديكورات اللي هي بتمثل السيدات الأجانب كلها موجودة هنا في مصر أو في القاهرة. يعني هنا دي الغرفة عندها، وكانت الغرفة عندها كانت غيرت النجفة بتاعتها للون الجولد، وده تنظيمها أو ترتيبها لغرفة نومها. طبعا ده التنظيم بتاع اللحاف والكوشنز، ده سألت عليه. شايفين بقى عامل ازاي؟ يعني بتحط ايديها كده في النص تعمل الشكل اللي انتوا شايفينه في الكوشنز ده، عشان يديها الشكل الجمالي ده او الشكل الحلو ده. وهنا كمان ده انتريه، او تقدروا تقولوا عامل زي الشازلونج كده. طبعا بيكون موجود في كل غرف النوم زي ما انتوا شايفين. حاطه برضو الديكوريشن كله اللي عليه باللون الابيض واللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. ده كان تنظيمها وترتيبها في الغرفه. هنيجي بقى هنا للمكان التاني، وهو المكان الاخير عندها في شقتها، الجنينه بتاعتها، او المكان اللي هم بصوا تلات ارباع وقتهم بيكونوا قاعدين فيه. طبعا بيكون راحه نفسيه. الانتري هنا او المكان اللي هم بيقعدوا فيه بره الجنينه. طبعا هي عايشه في فيلا، كانت ترابيزه صغيره ولكن عملته لترابيزه كبيره كده زي ما انتوا شايفين، وحطت الكراسي بتاعتها كده جايباها جديده يعني. وطبعا غيرت الديكور اللي على الترابيزه، حطت كده الاتنين شمعدان ده زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين بقى الشكل حلو ازاي؟ هو هما مكانين على فكره، يعني مش مكان بس، هو مكان كبير ومكان صغير. ففي واحد حط فيه اللهم صل على النبي بارك فيه الترابيزه الصغيره، وفي مكان تاني حط فيه الترابيزه الكبيره. شايفين بقى الزهور والجمال والحلاوه دي هي اللي بتكون زرعاها من حبهم للزهور وجمال الزهور والورد والحاجات دي، بيزرعوها كمان عندهم، لان عندهم هناك بيعشقوا حاجة اسمها زهور، بيعشقوا حاجة اسمها ديكورات بالزهور. وفعلا الزهور دي يا جماعة بتعمل حاجة كده من التفاؤل وشيء من الجمال مش طبيعي، بجد مش طبيعي. خصوصا بقى لما تكوني انت الزهور دي، شايفين الالوان الجميلة، تكون انت اللي عاملاها كمان في قلب بيتك كده، تخرجي كده بره تجيبيها، او مثلا لو في عندك بلكونة او كده تقدري انك تزرعي فيها زهور او كده. يعني شوف انا جايبه لكم ابسط الامور كمان، يعني مش حاجات مثلا بعيدة، لا ابسط الامور كمان. بس كده هتيجي هنا بقى حاجة تانية كمان عجبتني جدا، ده طبعا شكل الفيلا بتاعتها. حاجة تانية كانت جايباها للفيلا، ودي كانت انوار كده حلوة جدا جدا، عجبتني فكرتها. وممكن كمان مش للفيلا بس، ممكن حاجات زي كده تتحط كمان في مكان، بس هي مشكلة عايزة اراضي، عشان يعني فاهمين عاملة كده زي سبوتات زرعتها كده في الارضيات. شايفين بقى عاملة ازاي؟ حلوة تحفة. الاحسن من كده طبعا هي ليها جهاز تحكم من جوه، وليها ابليكيشن تقدري تخش عليه من على الموبايل تغيري الالوان. شايفين بقى الجمال؟ يعني هي اخترت اللون البينك، شوفوا بقى او الموف. شايفين بقى اللون؟ شايفين الجمال ده من بره؟ يعني حاجه كده بجد تحفه تحفه ما شاء الله. اللهم بارك، ربنا يا رب يهنيها ويسعدها في حياتها، ويهنيكوا يا رب ويسعدكم في حياتكم، اللهم امين، ويكتب لكم الخير والتوفيق يا رب من عنده، اللهم امين. خلص كده فيديو النهاردة حبايب قلبي، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيدة الجميلة اللي كانت معانا تكون عجبتكم. لو انت لسه ما حطيتيش لايك ووصلت لحدات هنا من الفيديو يا غالية، حط اللايك للفيديو قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا. ولو انت لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي بسرعة بالزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.